Pintor blanco. واضح يا دكتور. طيب تمام، النهارده هنتكلم على موضوع مختلف شوية عن المواضيع اللي فاتت. احنا تقريبا خلصنا السيستمز المختلفة اللي عايزين نتكلم عليها، اللي هي البوليجون والارش جردر، ودول يعتبروا عيلة واحدة مختلفة عن عيلة الفريمز. عايزين نتكلم النهارده عن ديزاين الهنج، هنشوف قصدنا ايه او تعريفنا ايه بالذات الهنج، انهي هنج اللي احنا هنتكلم عليه. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه في محاضرة النهاردة، تبقى محاضرة بسيطة وقصيرة. وهنا نبتدي نعرف بقى اللي انا قلته دلوقتي، ايه الحاجة اللي بنسميها الهنج اللي احنا عايزين نعمل لها ديزاين دلوقتي. اولا الهنج مش شرط انها تكون سبورت، ولكن هو انت يعني القريبة لمخك، لما انا قلت هنج يبقى انت قصدك السبورت بتاع الفريم مثلا. فهو فعلا الهنج السبورت بتاع الفريم اللي احنا بنعمله هنج سبورت، ده يعتبر احد انواع الهنج، ولكن مش هو كل الانواع. فتعال نشوف قدامنا كده ايه انواع الهنجز الموجوده، اللي هي عشان كده كاتبين types of supports or joints. فبالتالي مش لازم تكون support، ممكن تكون حاجه تانية غير support وتعتبر hinge برضه وليها نفس الديزاين. لو جينا نشوف اول نوع اللي انت برضه خدته في الفريمز، اللي هو fixed support، انت عملت تو fixed frame وعارفه كويس، بس ال fixed support ده مفيش فيه اي نوع من انواع الهنجز في الموضوع، فهو خارج من سكوبنا في المحاضره دي، ولكن احنا بس بنقوله ده مجرد اتصال عادي جدا بين خرسانه العمود وخرسانه القاعده زي ما احنا شايفين. يعني هنا هيبقى العمود ده او ده الممبر ده هو عمود، والفيكسيشن بتاعه بيبقى هو قاعده فاونديشن ايا كان نوعها. يعني في حاله الفيكسد سبورت، اتصال العمود بالفاونديشن هو عباره عن اتصال خرسانه مستمره تماما، هي بالظبط بتتصب وتمسك في بعض عادي جدا، طبعا بتتصب على مراحل ولكن مفيش اي فاصل بينهم. الحديد طالع من القاعده مستمر في العمود اشاير بطول ليه طول رباط تصميمي يعني، وبالتالي في اتصال تام بين الحديد بتاع القاعده والعمود وبين خرسانه القاعده والعمود. ده الفيكسد سبورت، وده خارج من سكوبنا في المحاضره دي. هنا بقى بنتكلم على اول حاجه تدخل في سكوبنا، الهنجد سبورت. العمود ده هو عمود الفيكسد، انا هنا بس بقول التايتل اللي هو الهنجد سبورت اللي هو العمود ده، واحنا شفنا ده في الفريمز ورسمناه في التو هنجد فريم كتير قوي، كان هو ده شكل السبورت بتاعي او شكل نهايه العمود من تحت، وده شكل السبورت بتاعي. هنا لازم عشان اقول ان انا عايز هنجد سبورت، ومعنى كلمه هنجد معناها ان الروتيشن مسموح بيه، يبقى عشان اسمح بروتيشن انا عايز، والروتيشن ده لازم بيكون بقيم يعني محسوسه شويه او يعني لازم تحصل، لازم افصل تماما بين خرسانه العمود وخرسانه القاعده، لان هما اتصال الخرسانات ببعض مش بيسمح بالروتيشن ده، وبالتالي ما دام الخرسانه متصله ببعض ما اقدرش اقول ان دي هنج. حتى لو انا عايز اصممها انها هنج ده مش هيكون صحيح 100%، لان اكيد في مومنت منقول من اتصال الخرسانه. انما عشان اقول ان هنا مفيش مومنت منقول تماما وزيرو مومنت عند السبورت عشان دي هنج، لازم اعمل الشكل ده، افصل الخرسانه تماما بين العمود وبين القاعده، وبحط بينهم حاجه اسمها نيوبريم بليت، اللي هي بتكون حاجه اسمها الريال سبورت. النيوبريم بليت دي هي اللي بتحقق لي الريال سبورت، واللي مرسوم قدامك ده عباره عن ستيل بارز فعلا بتكون راسيه بهذا المنظر، عشان هي اللي بتعمل لي الهنج، لان من غيرها ممكن جدا العمود يتحرك فوق القاعده، لان مفيش اي ربط تام بين العمود والقاعده، ده مجرد نيوبريم بليت، يعني العمود راكز على القاعده بالضغط خلال النيوبريم بليت دي. ولكن النيوبريم بليت دي زي ما هنقول كمان شويه هي عباره عن بليت من الرابر المضغوط، مطاط مضغوط جدا بيبقى قوي جدا، وبيبقى جواه يعني شيتس من الستيل مسلحه، ولكن هو برضو عشان هو يعتبر مطاط برغم ان هو مضغوط، ولكن بيقبل بالانضغاط وبيقبل بحدوث حركه. وبالتالي من غير السيخ الرأسي اللي مرسوم قدامك ده، السبورت دي تعتبر رولر زي ما هو المنظر قدامنا هنا، رولر سبورت. ليه؟ لان النيوبريم بليت ده ما بيأيدش الحركه في اي اتجاه وليكن افقي، او بيسمح بانضغاط راسي كمان، فبالتالي العمود ده فري تو موف في الاتجاه الافقي، وبالتالي دي رولر سبورت اللي مسموح بالروتيشن طبعا، ولكن مسموح بحركه كمان في الاتجاه الافقي. انما الهنج سبورت ممنوع على الحركه في الاتجاه الافقيه، ودي بنمنعها ازاي؟ عن طريق اسياخ تسليح راسيه بنحطها، وهناخد تفاصيل الكلام ده كمان شويه. طيب انا عايز اعرف انا ليه عملت النيوبريم بليت دي، وليه عملت الفصل الصريح ده وقلت ده بعمل كده عشان الروتيشن؟ طب ايه اللي هيخلي يحصل روتيشن هنا؟ ببساطه ما دام انا فاصل بين الخرسانه دي والخرسانه دي، وحاطط الحاجه اللي بتحمل بينهم رفيعه قدر الامكان، طبعا تكون رفيعه، العمود فعلا ممكن يلف من فوق القاعده. انما كل ما عرض النيو بريم بليت ده يزيد، كل ما الدوران ده او الروتيشن اللي انا عايزه يحصل ده بيكون فيه معارضه او بيكون فيه مقاومه ليه. عشان كده انا مصلحتي عشان يبقى فعلا السبورت بتاعي ريال هنج بالمنظر ده، ان انا اخلي عرض النيو بريم بليت دي او عرض الريال سبورت السودا دي اقل ما يمكن،
عشان ابقى ضامن ان الروتيشن اللي انا عايزه ده هيحصل فعلا. النوع بقى اللي هو مش سبورت هو الانترميديت هنج، اللي هي انت بترسمها في الاستراكشر بهذا المنظر، ممبر وفي النص فيه الانترميديت هنج. ودي بتحصل ازاي؟ غالبا بكون عايز افصل، يا اما عشان سيكونس تنفيذ، يا اما علشان اعمل ما اعملش فاصل تمدد وبالتالي اتلافى الاجهادات اللي جايه من تاثير الحراره لانها بتكون ساعات عاليه قوي لو المسطح بتاع الاستراكشر كبير. فبالتالي دي بتبقى من احد الحلول عشان اتغلب على تاثير الحراره، اني بعمل حاجه اسمها الانترميديت هنج. دي بنسميها فلوتنج باي، يعني دي تكملتها كده بنسميها فلوتنج باي، ولكن بيبقى هنا في فصل صريح برضو، والغرض منه ان احمال الحراره ما تتنقلش من هنا لهنا. يعني عندي هنا في فاصل 2 سم صريح كده في الخرسانه بينها وبين بعضها، فبالتالي ما فيش اي نقل لاحمال الحراره، وهو ده بيكون غالبا الغرض الرئيسي من استخدام الانترميديت هنج او الجوينت. فاحنا هنشوف بقى ديزاين الحاجات دي دلوقتي، اللي هو سواء هنج سبورت او انترميديت هنج ينطبق عليهم نفس القواعد بالظبط، وهنشوف ايه المطلوب مننا عشان نبقى احنا عملنا ديزاين للسبورت ده صحيح. اولا دي الاشكال اللي احنا عايزين نتكلم فيها، اشكال الريال سبورت بتبقى عامله ازاي. ادي العمود اللي جاي لي من فوق اهو، وادي القاعده اللي بتشيل العمود من تحت اللي عامله سبورت للعمود، واتفقنا في فصل صريح بين خرسانه العمود وخرسانه القاعده، وبينهم في نيو فريم بليت هنا اللي هو كان اسود في السلايد اللي فات، انا بس مش مسودينه علشان ما يبقاش يعني هنا حجمه كبير فيبقى كتله التواف وشك كده، فاحنا سايبينه ابيض، ولكن هو ده النيو فريم بليت اللي هو كان هنا متسود عشان هنا كان حته صغيره، هو ده النيو فريم بليت. طيب النيو فريم بليت ده زي ما اتفقنا ما بيمنعش الحركه الافقيه، لان هو مطاط مضغوط والمطاط قابل للانضغاط وقابل للحركه للتشكل في كل الاتجاهات، فبالتالي بنحط الدول دي الاسياخ الراسيه اللي بنسميها الدولز عشان تمنع لي الحركه الافقيه، وبعد كده عملت هنج. والفرق الوحيد بين الهنج والرولر هو السيخ ده اللي انا بشاور عليه، من غيره رولر ولو حطيته تبقى هنج. وفي شكل تاني اللي هو هنقول عليه تايب بي دلوقتي، بيبقى نفس الشكل بالظبط، الخرسانه مفصوله فصل صريح، هنا برضو في خطين يمكن هنا ناقصين شويه، هو نفس المنظر بالظبط، ان محدش يقول لي هنا الخرسانه متصله، لا هنا برضو ممكن الخرسانه تبقى منفصله فصل صريح يعني عادي جدا، بس بيكون الشكل الديولز دي مش فيرتيكال بار بس في النص، ولكن بتكون كروس بار. انما الكروس بارز دي بحرص انها تلتقي في نقطه بتكون برضو في نص النيو فريم بليت عشان الروتيشن يحصل برضو وما يحصلش معارضه للروتيشن. طب ايه اللي بيخليني استخدم كروس بارز ومش ديولز؟ لو كان الاكس رياكشن عالي شويه ممكن استخدم الكروس بار، انما في معظم الاحيان الديولز بتكفيني وبعمل الديولز دي لانها الفيرتيكال يعني لانها اسهل كتير واريح في الديزاين، ما بحتاجش الكروس بارز دي الا لو كانت عندي اكس رياكشن كبيره قوي، جيت اجربها على الديولز الرئيسيه لقيت اني محتاج عدد مش منطقي او عدد مبالغ فيه شويه، فبعمل الكروس بارز دي لان مبدئيا حطيت بشيل الفورس على سيخين بدل سيخ. فده تايب بي، هو عليه نفس القواعد بالظبط بتاع تايب A، وما يفرقش حاجة غير إن بستخدمه لو في شير كبير. طب استخدام تايب A وتايب B بالمنظر ده، مثلا تايب A هي السبورت بتاع كل الفريمز، ممكن تتعمل تايب A وممكن تتعمل تايب B لو الاكس رياكشن عالي قوي. هنا مثلا انترميديت هنج في فريم عملناها تايب B، وده على حسب السترينج اكشنز اللي عليها برضو، وممكن تنفع تايب A، ولكن فرضنا ان هنا في سترينج اكشنز عاليه على الفريم ده في النص بتاعه، فبالتالي عملناها تايب B. طبعا الكلام ده سبجكت للديزاين، انت ممكن تبتدي بايه مشيت معاك كويس خلاص مفيش داعي انك تاخد دي خالص. دي مختلفه تماما، دي ما بنقولش ان انا مجرد ان عندي فيرتيكال بار او كروس بارز بتشيل الاكس رياكشن، انا عندي هنا المشكله في الجوينت تايب سي ان النورمال فورس الراسيه كمان عاليه جدا على الجوينت. طب ما هو النورمال فورس الراسيه هتيجي تقول لي ما هو العمود ده متصمم انه يشيل النورمال فورس، ده حقيقي وده سليم والعمود خرسانته ما فيهاش اي مشكله، المشكله ان هنا العرض كان كبير شايل حمل ما، انت عايز فجاه تنقل نفس الحمل ده على عرض صغير قوي، طب ما هو العرض الصغير ده قد يكون ما يستحملش الحمل الكبير ده. طب هنا بعمل ايه؟ بقوي الجوين دي، وهنا لازم الخرسانه بقى هتكون متصله، يعني دي الحاله الوحيده اللي الخرسانه فيها قد تكون متصله مش نيو فريم بليت، ولكن بنعتبرها برضو نوع من انواع ريال هنج. ليه ريال هنج بنعتبرها هنا؟ لان برضو العرض ده عرض نقل الحمل عرض صغير، فبنقول ان ده ممكن يحصل فيه روتيشن فعلا، فقد يكون برضو some sort of real hinge، ولكن هنا الخرسانة متصلة. هنا بقى بنقول ايه؟ علشان اعلي جدا الكاباسيتي او الاكسيال لود كاباسيتي بتاعت الجوين دي، بحط فيها تسليح رأسي بالمنظر ده، مش سيخ ولا سيخين، ده بحط اسياخ، عدد من الاسياخ subject للديزاين طبعا،
وبحط كهنه حلزونيه هيليكال او سبايرال ستيرابس بالمنظر ده، يبقى كاني خلقت شورت كولم جوه الجوين. طب الشورت كولم ده بيعمل لي ايه؟ تسليح مع كهنات حلزونيه بتعلي الكاباسيتي، بتعلي الكونفاينمنت بتاع الجوين، بيخلي لي الكاباسيتي بتاعت الجوين دي في الفيرتيكال لود تعلى جدا، وبالتالي تايب سي ده يصلح جدا في الاحوال اللي فيها النورمال فورس عاليه جدا، او الرياكشن الفيرتيكال يعني عالي جدا على السبورت بتاعي. هلاقي ان ساعتها الرياكشن ده لو جيت احطه هنا على السبورت الحته العرض ده او العرض ده هتلاقيه دايما انسيف. طيب اعمل ايه؟ ما انا عشان اخليه سيف مش من مصلحتي ان ازود العرض، لان لو زودت العرض يبقى انا بقول او بعاكس الروتيشن اللي انا عايزه يحصل. يبقى بدل ما ازود العرض احافظ على عرض صغير، ولكن احط فيه شورت كولم امبيدد كده جوه الخرسانه، بيعلي لي جدا الكاباسيتي ويخليها تشيل حمل راس كبير قوي. فعاده ده مش موجود غير في الفريمز اللي هي تقيله جدا، او لو مالتي ستوري ممكن يكون الفريم كذا دور، فعند الدور التحتاني خالص بقى الحمل متراكم عالي جدا، فمحتاجه اول جوينت عن طريق العمود المدفون اللي جواها ده. طيب تايب سي طبعا تصميمها هيبقى معقد شويه، فبالتالي احنا خدنا عنها فكره، هنعرفها فور انفورميشن فقط، مش هطلبها منك خالص دلوقتي او السنه دي، يعني مش هنطلب منك خالص انك تعمل ديزاين لتايب سي دي، لان زي ما قلت لك الديزاين بتاعها معقد. انما انت تعرفها وتعرف استخدامها فين، اللي هو لما يكون عندي الحمل الراسي عند الجوينت عالي جدا، وهبقى متوقع حتى من قبل ما ادخل في الديزاين ان اكيد العرض الصغير بتاع الجوينت دي هيكون انسب. فاستخدامها نادر، لان احنا الاحمال بتاعتنا في الفريمز برغم انها ممكن تبقى سبان كبير زي ما انتم عارفين 20 متر ولا حاجه، بس دي بتصنف عندنا احمال مش عاليه خالص، يعني رياكشن الفريم حتى الفريم ال 24 متر ده ما يمثلش ليا حمل راسي كبير، اكيد هينفع بتايب اي او تايب بي ومش هحتاج لتايب سي. فاحنا نظريا كده السنه دي مش محتاجين في شغلنا اصلا تايب سي. اوكي؟ فهنركز كلامنا النهارده على تايب اي وتايب بي، وهتعرف لما نشتغل ان تايب اي اسهل، فانت برضه يبقى ليك دايما الاولويه تعملها تايب اي، مشيت معاك كويس خلاص تمام، لقيت ان في مشاكل ممكن تنقل على تايب بي. هنتفق على حاجه برضو اللي انا بقوله دلوقتي، الديزاين بتاع الهنج هنعمل كذا خطوه، مش هتعملها في كل الاحوال، هتعملها فقط لما تطلب منك صراحه. يعني لو لقيت سؤال في الامتحان صراحه كده اعمل ديزاين للهنج او ديزاين للسبورت، تعمل اللي احنا هنقوله في المحاضره دي. ما لقيتش ده مكتوب صراحة في الامتحان، ما تتطوعش وتعمله من دماغك، هو معناه انه مش مطلوب. ده شكل نيو فريم بليت، بنحاول نجيب لك اشكال حقيقية شوية زي الصورة دي والصورة دي. ده شكل سكيماتيك ليه كده مرسوم، هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن فعلا مستطيل كده من المطاط المضغوط، مطاط قوي جدا زي كده مطاط بتاع كاوتش العربيات، فهو مطاط مضغوط جدا يعني رابر مضغوط قوي، ولكن جواه الخطوط اللي هي الفاتحه شويه اللي جواه دي عباره عن بليتس من الستيل محطوطه جواه عشان تقويه برضه، فهو يعتبر رابر مضغوط ولكن مسلح بستيل بليتس جواه. طبعا بيجي لي بابعاد جاهزه، دي حاجه لازم تجي لي متصنعه جاهزه، انا ما اقدرش اعدل فيها خالص في الموقع، لان زي ما بقول لك هو مطاط وجواه ستيل بليتس، فانا ما اقدرش اقطع فيه اصلا، فدي بيجي لي بابعاد جاهزه وباسماك او بسمك جاهز من المصنع بكتالوجات، انا بختار انا عايز ايه، يعني انا بختار التايب الفلاني او الموديل الفلاني بيجي لي بالابعاد اللي انا عايزها وبالسمك اللي انا عايزه، بحيث انه يحقق لي الطلبات اللي انا عايزها، وهنشوف ده دلوقتي. ودي اشكال حقيقيه ليه، يعني ده بقى الشكل كده معمول شكل دعائي، معمول فيه مرسوم كروس سكشن جواه كمان يوضح لك الستيل بليتس اللي جواه. طبعا هتلاحظ ان هنا في عدد ستيل بليتس كتير، فده معناه ان النيوبريم بليت دي قد تتحمل حمل راسي كبير. زي ما بقول لك بيبقى فيه كتالوجات، في عندك انواع كتير، بيبقى فيه تدرج، انت عندك حمل راسي من كام لغايه كام، في تايب ينفعك وهكذا، كل ما الحمل يزيد كل ما انت محتاج تايب مختلف عشان التايب ده هيكون سمكه اكبر، في كميه ستيل بليتس اكبر وهكذا. وده شكل حقيقي للنيوكريم بليت، ابعادها طبعا واضح انها ضخمه قوي، واضح ان ده سبورت بتاع كوبري من منظر الابعاد دي. وده شكل اخر اكثر ضخامه، تقدر تحس من سمك الستيل بليت وقطر المسامير ان ده سبورت بتاع كوبري مهول، يعني واضح ان ده كوبري ضخم جدا جدا، واضح قوي من سمك الستيل بليت وقطر المسامير، شايف الصموله قد ايه، طبعا دي حاجه مهوله، عشان كده في عندك النيوبريم بليت بتاعها من الضخامه شديده يعني. وده منظر برضه النيوبريم بليت صغير شويه. فهي دي الاشكال زي ما بقول لك، هي بالظبط ده الشكل السكيماتيك بتاعها، عباره عن مستطيل ابعاده بتجي لك انت بتختارها، ابعاده جاهزه انت اللي بتختارها فقط، مسلح بستيل بليت. طب الرابر المضغوط ده ازاي بيحقق لي المتطلبات بتاعتي؟ يعني زي ما بقول لك دلوقتي انت بتختاره ازاي او بتطلبه ازاي؟ بيبقى في كتالوج من الشركه المصنعه، الكتالوج ده بيقول لك ان النوع الفلاني يقدر يدي لك هوريزونتال ديسبليسمنت كذا ملي، ويقدر يدي لك روتيشن كذا
درجه. وانا على حسب الديزاين بتاعي بشوف الريزلتس اللي طالعه لي من الاناليسز فيها قد ايه ديسبيسمنت عند الرولر لو هي رولر، وقد ايه روتيشن عند الرولر او الهنج، واشوف اذا كان التايب ده ينفعني ولا لا. لقيت انه مش محقق الارقام اللي طالعه لي من الاناليسز، اشوف التايب الاكبر منه مثلا وهكذا، لغايه ما الاقي تايب الداتا بتاعته اللي في الكتالوج بتحقق لي كل طلباتي في الديسبيسمنت وفي تحمل الحمل الراسي وفي الروتيشن. هنشوف الكلام ده يعني ايه دلوقتي. ادي شكل كده برضو مرسوم، انا جبت لك نفس الصوره الاسكيماتيك اهي، وبعدين رسمنا لك اليفيجن منها. زي ما بقول لك ده رابر يعني مطاط، المطاط قابل للانضغاط، فلو انت زقيته كده جامد في الاتجاه الافقي وهو رابر زي ما بقول لك، لو زقيته جامد في الاتجاه الافقي ايه اللي هيحصل؟ يحصل ديفورميشن بهذا المنظر، يعني بيحصل له ديستورشن كده وبيميل. طب هو ليه حصل له كده؟ لان انت عندك من فوق العمود نازل عليه وبيحاول يتحرك اكس رياكت، يعني نتيجه ان هو رولر فبيحاول يتحرك حركه افقيه، من تحت هو ماسك في القاعده فبالتالي القاعده ايدته وما يتحركش، يعني النقطه التحتانيه ليه واقفه في مكانها؟ لان هي ممسوكه في القاعده وبتبقى غالبا غطسه جوه القاعده مسافه ما، غطسانه جوه القاعده. طيب فبالتالي ممنوع من الحركه الافقيه النقطه اللي تحت بس، النقطه اللي فوق بتتزق افقيا من العمود بتاع الفريم او عمود واي عمود، مش لازم اي عمود يعني. فبالتالي ليه بتتزق؟ لان انا عايز اعمله رولر، فبالتالي في حركه افقيه. طب لما تتزق من فوق ومن تحت ثابته وهي مطاط قابل للانضغاط والحركه والتشكل، بتحصل الحركه الافقيه الاكس دي، وبياخد الشكل ده، وده بيبقى شكل الانضغاط بتاعه او شكل التشكل بتاعه. فهنا بقول ان مسموح لي بحركه افقيه بمقدار ايه. طيب في نفس الوقت انا لو حملت الصندوق ده او البوكس ده المطاط، لو حملته حمل راس كبير والحمل الرأسي ده في المنتصف تماما، ايه اللي هيحصل؟ الزنك بتاعه لو كان مثلا يعني 40 مللي، ممكن بعد الانضغاط يبقى مثلا 37 مللي، يحصل فيه انضغاط مثلا 3 مللي. ده لو انا محمله في النص بالظبط، لان الحمل هيكون منتظم وهيبقى الاستريس متساوي على كل البلان بتاع نيوبريم بليت. طيب لو حممت حمل غير منتظم ايه اللي هيحصل؟ يحصل روتيشن. طب الروتيشن دي هتحصل ازاي؟ هتعمل لي ايه؟ او عشان تحصل ايه اللي المفروض يحصل؟ لازم السنتر لاين اللي كان سنتر لاين راسي تماما هنا بتاع العمود يحصل له ميل عشان يبقى فيه روتيشن. طب ازاي يحصل ميل في السنتر لاين؟ ان ناحيه تنضغط اكتر من ناحيه، ما دام ناحيه انضغطت اكتر من ناحيه، وده هيحصل لان زي ما اقول لك ده رابر مضغوط قبل الانضغاط. لو ناحيه انضغطت اكتر من ناحيه حصل لي الروتيشن اللي انا محتاجه او اللي هو اللي انا متوقعه في الهنج سبورت او رولر سبورت. طيب الروتيشن هو مقدار سيتا روتيشن مع الافقي بالمنظر السكتش اللي مرسوم قدامك ده. معنى كده ان على حسب سمك الرابر ده قد ايه، وعلى حسب برضه كميه التسليح اللي جواه بتاعت البليتس، وعلى حسب مواصفاته وتصنيعه والماتيريالز بتاعته كل حاجه، هو معروف ان يقدر يستحمل او يقدر يوفي لي اكس قد ايه ويوفي لي روتيشن قد ايه. بشوف دول في، وطبعا حمل راسي يقدر يستوعب حمل راسي قد ايه. بشوف الارقام اللي في الكتالوج دي واشوفها هي اللي طالعه من الاناليسز بتاعتي توفي لي يعني اللي طالع من الاناليسز بتاعتي ولا لا. لو كانت اقل من اللي طالعه لي من الاناليسز بتاعتي فاختار نوع تاني لان ده كده ما يناسبنيش، لو كانت اكبر يعني هتوفي لي فده ممكن اختاره وممكن اطلبه. طبعا الكلام ده بيبقى في الحقيقه ده مش هنتطرق ليه في الديزاين بتاعنا خالص، لان احنا زي ما بقول لك دي شغل كتالوجات وشغل حاجات واقعيه شويه صعب ان احنا نطبقه دلوقتي، ولكن انا بقول لك ده اللي بيحصل في الحقيقه يعني. انما اللي هنطبقه دلوقتي ايه؟ هنعمل ديزاين مختلف شويه للاليمنتس اللي هو بيأثر فيها النيوبريم بليت ده. برضه نيجي نبص بقى، لو انا بعمل هنج سبورت مش رولر زي دي وعايز امنع الحركه الافقيه، اتفقنا ان النيوبريم بليت لوحده مش هيمنع الحركه الافقيه لان هو مطاط بيتحرك، وبالتالي لو العمود زقه هيروح معاه. طيب ازاي بقى امنعه انه يروح معاه لو اتزق؟ اني بحط ستيل بارز راسيه بالمنظر ده اللي هي الدول بارز اللي شفناها في السلايد اللي فاتت، ودي فعلا بتعدي كده ثرو كل النيوبريم بليت وبتخرمه هو وكل الستيل بليتس اللي جواه، كلهم بيتخرموا بنفس السيخ. دي حاجه بتتعمل في المصنع ما اقدرش اعملها انا في الموقع. فبتجيلي الديول بارز جواه او بتجيلي الفتحه معموله وانا بدخل بس في الموقع فيها بدخل الديول بارز. لما ادخل الديول بارز دي في الفتحه ثرو كل النيوبريم بليت بالستيل بليتس اللي جواها، ويجي العمود يحاول يزقها من فوق افقيا، هل دلوقتي هتتحرك؟ لا، لان الديول بارز دي كانها مدبسه كل الستيل بليتس بالرابر في بعض، وبالتالي ممنوعه تماما دلوقتي من الحركه الافقيه. فبالتالي لازم الديول بارز تتصمم بحيث انها تقدر تشيل الاكس رياكشن والا تتكسر وتحصل الحركه الافقيه اللي انا عايز امنعها. فعشان اضمن ان يتمنع فعلا الحركه الافقيه وما تحصلش، لازم احط ديول بارز متصممه طبعا، وهنشوف تصميمها ازاي،
ودي بتكون مع ثرو، يعني لازم تكون خارمه كل النيوفريم بليت وعامله زي ما قلنا كده تدبيس كل البليتس في بعضها، بحيث ان ما فيش اي حركه افقيه نسبيه بين اي مستوى والتاني جوه النيوفريم بليت. هو ده الفرق زي ما اتفقنا بين الهنج والرولر، هو الديول بارز الرأسية دي. طيب تعالى بقى ندخل على الديزاين ونشوف ايه اللي هنعمله. هنعمل تشيك على ثلاث حاجات، هنعمل ديزاين لثلاث حاجات. اول حاجة تشيك على البيرنج ستريس، ثاني حاجة تشيك على الديزاين بتاع الديولز نشوف قد ايه محتاجين تسليح يمنع الحركة الأفقية، ثالث حاجة بنعمل ديزاين للستيرابس اللي في العمود. وهنشوف دلوقتي الستيرابس دي انت عارف شكلها وكنت بترسمها ولكن من غير ديزاين، وهو ده اللي احنا هنكمله دلوقتي، بيقول لك الديزاين بتاعها هيتعمل ازاي. أول حاجة دي كده صفحة من الكود، ده الكود المصري بالمناسبة، بيقول لك يعني إيه بيرنج ستريس. الفكرة كلها في إيه؟ الفكرة كلها إن أنت عندك عرض كبير كان الحمل بيتوزع عليه. يعني هجيب لك العرض الكبير ده اللي هو إيه؟ هنرجع تاني لصفحة الكود دلوقتي بس بوضح لك على الصورة دي. آدي عرض الكبير اللي عليه الحمل، وده عرض العمود من تحت، وده المفروض سيكشن متصمم، أنت صممته بالخرسانة وعارف ان القطاع ده يقدر يستحمل خلاص النورمال فورس اللي جاي عليه والفيرتيكال لود اللي جاي عليه تمام وسيف. طب ايه اللي حصل في الحته دي؟ حطيت نيوفريم بليت عرضه اقل بكتير من عرض العمود. كل الحمل اللي كان في العمود ما اختفاش، ما راحش في حته، ده لسه موجود. بس بدل ما كان بينزل على عرض كبير اللي هو مثلا تي زي ما هو مرسوم قدامنا ده، ده هينزل على عرض صغير قوي. طب معنى كده ان الاستريس هنا هيبقى كام؟ هيبقى كبير عن الاستريس اللي جوه الخرسانه بتاعت العمود، هيبقى كبير قوي. كان عندي عرض كبير الاستريس فيه مستريح لانه متوزع على عرض كبير، فجاه الاستريس او الفورس دي هتعدي على عرض صغير فهتعمل استريس اعلى كتير. يبقى لازم اعمل تشيك على البيرنج، يعني اتاكد ان النيوفريم بليت دي مش هتعمل لي لوكال فيلير تحتها من الاستريس الكبير اللي هيزيد ده، نتيجه ان هي مساحتها صغيره وبتعدي نفس الحمل الكبير اللي كان في العمود على مساحه كبيره. يبقى لازم اتشيك على البيرنج ستريس تحت النيوفريم بليت عشان اتاكد ان ما يحصليش لوكال فيلير، ان النيوفريم بليت دي تخرم القاعدة وتكسرها لوكالي كده حواليها وتغطس جواها. لازم اتاكد ان البيرنج سيف. هو ده فكره الفكره. في صفحه من الكود يمكن هي مش واضحه قوي ولكن هنشرحها دلوقتي في الصفحه اللي هي اوضح شويه اللي هي دي. طيب بتشيك ازاي بقى على البيرنج؟ الكود بيقول لك ايه؟ الكود بيقول لك فعلا المشكله اللي عندي، يعني تفسير المشكله ان عندي في حمل كان متوزع على عرض تي اللي هو عرض العمود من تحت، فجاه الحمل ده كان بيعمل ستريس وات ايفر كامل ستريس ولكن هو كان سيف ستريس تماما، فجاه الحمل ده عايز يتوزع او عايز يعدي من حته عرضها صغير وليكن تي على ثلاثه فعلا. طيب الحمل ده لما يعدي من حته صغيره وهو نفس الحمل الكبير هيعمل لي ستريس كبير قوي هنا. لازم اعمل تشيك على البيرنج. بس الكود قال لك ايه بقى؟ لو جيت عملت تشيك على البيرنج هنا ابقى انا ظالم شويه، لان هي دي الحته اللي فيها المساحه الصغيره المحدوده دي جاست عند تحت النيوفريم بليت مباشره. ولكن وانس ان نزلت تحتها بسنتيمترات حتى يبتدي الاستريس بيتوزع، يرجع تاني لقى خرسانه عريضه يبدا يتوزع فيها ويعمل لي ستريس قليل شويه او يقل يعني شويه. فالكود سمح بشويه ريدكشن يتعمل في الكلام ده في الاستريس الكبير اللي تحت النيوفريم بليت مباشره، الكود سمح بريدكشن شويه هيتعمل فيه لان فعلا الاستريس هيبقى متركز ولكن يعني في مساحه صغيره جدا قد تكون مش حقيقيه، وفورا بيبتدي يتوزع على عرض اكبر. فالكود اداني طريقة احسب بيها الاستريس واحسب بيها هيتوزع على عرض اكبر ازاي. اول فرض الكود فرضه ان الاستريس اللي انا بتكلم عليه وعايز احسبه ده هيتوزع جوه الخرسانة بميل 2 افقي لواحد رأسي، فبيتوزع على عرض كبير حتى مش واحد لواحد زي ما انت المفروض عارف في معظم الخرسانات الاستريس بيتوزع بميل واحد لواحد يعني افقي زي الرأس. لا، هنا بيقول لك بيتوزع بميل 2 افقي لواحد رأسي، يعني بيتوزع بعرض كبير على فكرة. طيب فالكود قال لك من نهايات النيوبريم بليت اول واخر النيوبريم بليت تعمل كده ميول 2 افقي لواحد راسي عشان تجيب المساحه اللي بتزيد او المساحه اللي بيتوزع عليها الحمل فعلا. طيب ما انا عندي قاعده والقاعده دي مساحتها كبيره، طب ما انا طول ما انا نازل لتحت المساحه عماله تكبر، هفضل اكبر كده الى ما لا نهايه؟ فقال لك لا، هتفضل ماشي بميل 2 لواحد ده لغايه ما تنتهي الخرسانه. طبعا القاعده هنا بتبقى مش متماثله لان احنا عارفين ان في الهنج القاعده بتبقى مترحله لبره. الكلام ده انتوا درستوه كويس وعارفين انتوا ليه بترحلوا في الهنجد فريم القاعده لبره. طيب معنى كده ان انا لو من نهايات النيوفريم بليت من هنا مشيت 2 لواحد وهنا مشيت 2 لواحد، هنا من الناحيه دي اوصل للهواء او لنهايه الخرسانه الاول. قال لك خلاص وانس ان انت وصلت لنهايه الخرسانه تقف على كده وهو ده السطح اللي هتعمل عليه تشيك. فانا مشيت كده
الناحية الأقرب ليا طبعا هوصل لنهاية الخرسانة الأول عشان دي الأقرب ليا، وصلت لنهاية الخرسانة في النقطة دي أروح واخد مستوى أفقي وعنده هحسب الأريا اللي أنا عايز أحسب عليها التوزيع. طيب إيه بقى طريقة الحساب؟ يقول لك الألاوبل بيرنج ستريس، الألاوبل بيرنج ستريس 0.67 اف سي يو على جاما سي في روت A2 على A1. مين A2 مين A1؟ A2 هي الأريا الكبيرة اللي أنا جبتها هنا واتفقنا جبناها إزاي. اريا 1 هي اريا النيوبريم بليت نفسه، النيوبريم بليت بالظبط هو اريا 1. طيب اريا 2 اريا 1 دول عشان اجيبهم لازم اكون عارف الاول اريا 1، لان انا بوزع من اريا 1، يعني العرض تي على 3 ده او تي اوفر 3 ده لازم اكون محدده عشان اقدر اجيب اريا 1، وبالتالي اقدر من نهاياتها اقدر اجيب اريا 2. طيب لو جينا خدنا بلان للحته بتاعت النيوبريم بليت هتلاقي ان هي في العرض الكامل بتاع العمود بي، لان انا في الاتجاه اللي لجوه ما عنديش اكشن، العمود ده او الفريم ده شغال بلين، في البلين بتاعي فالجوه الورقه البلين ده مش شغال معايا اي اكشن فيه، ومش محتاج ان يحصل فيه روتيشن ولا فيه حساب ولا فيه اي حاجه، فعشان كده بعمل الريال هنج بتاعتي او نيو فريم بليت بعرض العمود بالكامل. ولكن العرض بقى اللي انا شايفه ده يكون لازم يكون عرض صغير، واتفقنا لازم يكون عرض صغير ليه؟ عشان يحقق لي الروتيشن اللي انا محتاجه، وكل ما يكون صغير كل ما الروتيشن يحصل اسهل. بس هتلاقي ان في عندي بقى ليميتيشن ان انا ما اقدرش اعمله صغير قوي، والا البيرنج ستريس اللي انا عايز اعمل عليه تشيك دلوقتي هيبقى ان سيف. فلقينا الجايد المناسب انك تاخد عرض النيوبريم بليت دي اراوند تلت عرض العمود من تحت. يعني لو كان عرض العمود من تحت تي زي ما هو مرسوم قدامك كده، عرض العمود من تحت تي اصغر حته كده تي، ممكن تاخد عرض النيوبريم بليت تي على 3. فبالتالي المساحه بتاعت النيوبريم بليت في البلان هي عباره عن بي في تي على 3، وهو دي اريا 1. اريا 1 هي بي في تي على 3. وانس انك عرفت ان ده تي على 3، طبعا تي على 3 وبتقربها لان انت مش بتنفذ ده في الموقع، يعني انت بتروح تطلبه من كتالوجات من مصانع، فمش هتلاقي معمول لك كل سنتي، هتلاقي معمول مثلا كل 5 او 10 سنتي، فانت بتقربه لاقرب 5 سنتي مثلا. جبت اريا 1 وعرفت تي على 3 بتاعتي بكام بعد التقريب مثلا، اقدر ارسم الخط المايل ده والخط المايل ده، اقدر اجيب اريا 2 واحسبها. بس الكود قال لك برضو بعد ما تعمل كل ده روت اريا 2 على اريا 1 المفروض ما يزيدش عن 2، يعني المفروض يكون اقل من 2، ما يزيدش عن ان اريا 2 على اريا 1 ما تزيدش عن 4 مرات، يعني اريا 2 ما تزيدش عن 4 مرات اريا 1 عشان تحت لازم تبقى 2. فانت مهما حسبت اريا 2 واريا 1 هتطلع لك اكبر من 2، ما ينفعش، وهتاخدها 2 اخر. طيب يبقى انا كده عرفت احسب الالاوبل اللي هو 0.67 اف سي يو على جاما سي في جذر اريا 2 على اريا 1 اللي هحسبها بالطريقه دي جرافيكال تقريبا، وهتاكد انها القيمه دي على بعضها بعد الجذر ما تزيدش عن 2. طيب هقارن دي مين الاكشوال بقى بيرنج ستريس؟ الاكشوال بيرنج ستريس هو ببساطه شديده الواي رياكشن، الواي رياكشن بتاعي بس لازم يكون التيميت على الاريا 1 اللي هي مساحه البيرنج نفسها، لان هو ده الستريس الكبير اللي تحت البيرنج بتاعي. طيب لو الاف بيرنج دي طلعت لي اكبر من الالاوبل يبقى في عندي مشكله بيرنج انتي، لو اقل يبقى تمام النيوكريم بليت بتاعتي تمام ومش هيحصل اي مشكله تحتها. طيب لو انصف اعمل ايه؟ ايه الحلول اللي ممكن اعملها لو طلع لي الاف بيرنج اكبر من الاف الاوبل؟ الاف بيرنج اللي هي الواي رياكشن على اريا 1 طلع لي اكبر من الاوبل، ايه الحلول اللي ممكن تتعمل تفتكر؟ اكبر العرض ده غالبا ما عنديش غير الحل ده، اني هكبر عرض عرض البيرنج دي او عرض النيو فريم بليت هكبره، لان انا لما اكبره اريا 1 هتزيد وهي هنا تبقى اف فريم هتقل، فهو ده غالبا بيكون الحل بتاعي اني بكبر العرض بتاعي بتاع البيرنج. ولكن زي ما احنا متفقين احنا كنا عايزينه يكون اقل حاجه، لان انا كل ما اكبره كل ما بعاكس الروتيشن اللي انا عايزه يحصل، فهنا في تعارض ان انا اكبر قوي النيو فريم بليت ومع الروتيشن اللي انا محتاجه، والا مش هيحصل، والسبورت بتاعي هيكون بارشالي فيكسد مش هنا. فبالتالي لازم اتشيك الاول على عرض صغير، ولو ما نفعش او طلع انصف اكبره. واتفقنا جايد ليك مناسب جدا انك تاخد البدايه بتاعتك ان عرض نيو فريم بليت هيكون تلت عرض العمود من تحت، وده غالبا في 99% من الحالات هيكون سيف وسيف مستريح، ما تقلقش. يعني انا استبعد تماما ان انت تحتاج تزوده عن تي على 3. تمام؟ دي اول تشيك بنعمله وده في منتهى السهوله.
حد عنده سؤال؟ طيب نشوف اللي بعده. اللي بعده هو تشيك على او حساب الديبل بارز او الاساخ الرأسية اللي بتعمل لي هنج، ومعنى كده ان التشيك ده مش موجود في الرولر سبورت، موجود في الهنج سبورت فقط. طيب انا بعمل ايه؟ زي ما اتفقنا ادي الهنج سبورت، في عندي اكس رياكشن وفي واي رياكشن. الواي رياكشن اتفقنا بعمل عليه تشيك بيرنج. طب الاكس رياكشن بعمل عليه ايه؟ بتشيل عليه الديبل بارز دي، لان الديبل بارز دي هي اللي هتمنع لي الحركه الافقيه، ومفيش غيرها هيمنع الحركه الافقيه. في منتهى السهوله تصميمها، تصميمها هو لو انا فرضت ان الاريا بتاعتها هي اريا بتاعتها مجمعه كده، هي كلها اريا ستيل، فبقول ان الاريا ستيل انا محتاجها بتساوي الاكس رياكشن وبالالتيميت طبعا على 0.6 اف ال على جاما اس. طيب ليه 0.6؟ هو السؤال الاكس دي بتعملي ستريس نوعه ايه على السيخ اللي محطوط هنا؟ شير. شير بالظبط، يعني مش اكسيال ستريس، لان لو كان اكسيال ستريس كنت زي زمان انا عارف اني بقول الفورس على اف فيلد على جاما اس مباشره. ده لو كانت اكسيال ستريس كنا عملنا كلام ده من زمان من ايام ثانيه مدني، وده اللي عملناه في الطاي بتاعت البوليجون، ان كنت بجيب الفورس بتاعتي بالالتيميت واقسمها على اف فيلد على جاما اس على طول. انما هنا ظهر 0.6، هنا ظهر 0.6 ليه؟ لان الفورس دي مش اكسيال في السيخ، دي شير على السيخ، وهو ده الشير سترينث بتاعنا بتاع الاسياخ. يبقى هنا لازم اقسم على 0.6 اف فيلد على جاما اس. فهي سهله جدا، معادله بتاخد ثواني. هقسم الاكس بتاعتي بعد ما اجيبها التيميت، طبعا انتوا كلكم شغالين التيميت من الاول فما فيش مشكله في دي، على 0.6 اف فيلد على جاما اس. جبت الاريا ستيل، اشوف دي محتاجه كام سيخ، والمينيمم بتاعنا هيكون 2 فاي 18 اللي هو هيكون موفيك في حالات كتير عموما يعني. وناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، لما اجي احط السيخين بتاعي، لان انا ممكن احط ثلاثه بس اقل حاجه اثنين، لازم احطهم ورا بعض بهذا المنظر، وابدا ما ينفعش احطهم جنب بعض. فلازم طول عمرك هتفضل شايف في الاليفيجن هو سيخ واحد، انت شايفه في الاليفيجن سيخ واحد، بس ده مش سيخ واحد، ده اثنين ورا بعض او ثلاثه ورا بعض، انما انت لازم ترسمه سيخ واحد، ومحدش ابدا يحطهم جنب بعض، لان انت كده هتبقى برضو بتعاكس الروتيشن وبتمنع الروتيشن الى حد ما لو حطيتهم جنب بعض. فانا عايز الروتيشن يحصل على بلين او على بوينت، اللي هي فين بقى البوينت دي؟ في السنتر بالظبط او في اكس بتاع السيخ، هو ده المحور اللي هيحصل حواليه الروتيشن، او البوينت اللي هيحصل حواليه الروتيشن. فانا لو عملت دول سيخين جنب بعض يبقى انا كده عاكست حدوث الروتيشن شويه، فدايما هنحطهم ورا بعض. يطلعوا لي بقى اثنين، يطلعوا لي ثلاثه، اوكي. انما ما حدش مثلا يحسبها يطلع له اربع اسياخ يروح واخد اثنين واثنين، لا غلط، لازم كلهم يكونوا اشوفهم كده في الفيو ده، اشوفهم سيخ واحد بس، ودي مهمه جدا. فدي في منتهى السهوله، عشان كده بقول لك طيب ايه اللي احنا بنقوله ده؟ ودايما هو ده التراكب بتاعك، وغالبا هيكفيك ما تقلقش يعني. لو الاكس اكس ضخمه جدا وما كفاش، هنلجا لتايب بي اللي هو غلس شويه الحقيقه ومعقد في الديزاين بتاعه. طيب دي عباره عن ايه؟ ان الديبل بارز بتاعتي ما بقتش واحد راسي، ده بقى عباره عن كروس بارز بهذا المنظر، ولكن برضه لازم اشوف نقطه عند النيو تمبلت بالظبط نصها. ميل الزوايا دي في ايدك، ميل كل سيك منهم في ايدك، ولكن بنقول ان الميل المناسب من 30 ل 60 درجه، اللي هو احسن زاويه ليه مثلا اراوند 45، او ممكن نقول من 45 ل 60 مناسب برضه. السيخين دول مش هيطلعوا زي بعض، او مش لازم يطلعوا زي بعض، ولكن غالبا هناخدهم زي بعض للتبسيط او للتسهيل في التنفيذ، ولكن عشان هم مش زي بعض في الاستريس اللي عليهم هنسمي واحد اريا ستيل 1 وواحد اريا ستيل 2. هيتحسبوا ازاي دول بقى؟ للاسف الحسبه تبقى معقده شويه. ليه؟ لان الفورس اللي منقول على الاسياخ اريا ستيل 1 واريا ستيل 2 دول هي كومباينيشن من الاكس والواي، نتيجه تحليل القوه اللي جايه من اكس وواي، مش اكس بس زي الفيرتيكال بار. الفيرتيكال بار كان الامر سهل، لان كانت الواي بتاعتي مش شغاله على الاسياخ في شيء، الواي بتاعتي كانت خلاص انا سايفتها في البيرنج ومش قلقان منها تاني خلاص. كانت الحاجه الوحيده اللي ناقصه لي هي الاكس، فشلت الاكس كلها بالكامل على الواي بار، او على سوري على الفيرتيكال بار ده على الديول دي وخلاص على كده، فكان الموضوع سهل وبسيط. هنا لا، هنا بقول ان الواي والاكس ليهم كومبوننت، هما الاثنين بيأثروا على الكروس بارز دي. فالحسبه شويه بقت معقده شويه، بنعمل لها حل جرافيكال سهل جدا. هو سهل ولكن برضه بالنسبه لك هيبقى ياخد وقت اطول بكتير من لو عملت الفيرتيكال بار اللي هو مباشره في السلايد اللي فاتت. بنعملها ازاي بقى دي؟ اولا انا الاكس والواي عندي محسوبين رياكشنز الفريم، هروح راسمهم تو سكيل، هرسم الواي والاكس عموديه عليها، يبقى مثلث القوه اللي انا رسمته تحت ده المثلث القائم ده اقدر ارسمه بسكيل وعندي كل المعلومات بتاعته. بسكيل يعني ايه؟ يعني مثلا الواي 200 كيلو نيوتن والاكس 20 كيلو نيوتن، ممكن اعمل الواي 10 سنتي والاكس سنتي، او الواي 20 سنتي والاكس 2 سنتي، بس ما تعملش سكيل كبير طبعا.
فبرسمهم بسكيل، انا اللي بختار السكيل ده، بكتب على جنب كده 1 سنتي يساوي مثلا يعني 100 كيلو نيوتن، وبرسم بالسكيل ده ادي الواي وعمودي عليها الاكس، يبقى اللي قفلهم هو الريزلتنت، محصله القوه قفلت لي المثلث ده، ده مثلث قوه زي اللي انت كنت بتعمله من زمان جدا. طيب انا عايز اقول ايه دلوقتي؟ عايز اقول ان الاسياخ دي الفرصه المتولده فيها بتعمل لي نفس القوه او بتشيل نفس القوه بالظبط اللي هي الريزلتنت بتاعتها ار، ولكن باتجاهات مختلفه، اتجاه بتاع سيخ واحد واتجاه بتاع سيخ اثنين. فبعمل ايه؟ من نهايات مثلث القوه اللي عندي ده بعمل مثلث قوه ثاني يديني نفس الريزلتنت بالظبط، ولكن تبقى الفورسز اللي فيه هي الفورسز اللي في الاسياخ 1 و 2. فبالتالي بعمل من نهايه المثلث، من احدى نهايات المثلث بعمل فورس موازيه للسيخ رقم 1 رقم 1، وبعمل من نهايه المثلث الثاني فورس موازيه للسيخ رقم 2، اكيد هيتقابلوا في نقطه. يبقى انا كده رسمت مثلث قوه مكافئ للمثلث الاولاني يديني نفس الريزلتنت ولكن بفورسز مختلفه. واف 1 دلوقتي هقيس تو سكيل بقى بنفس السكيل، هقيس من النقطه دي للنقطه دي وبالسكيل هعرف الفورس دي كام، تبقى دي الفورس اللي في السيخ رقم 1. وبالسكيل برضو هقيس من النقطه دي للنقطه دي واشوف الفورس بقى دي بقت كام طبقا للسكيل اللي انا مختاره، وتبقى دي اف 2 في السيخ رقم 2، واصمم الاريا تي رقم 1 والاريا تي رقم 2. طبعا ده هيبقى طويل شويه ومعقد شويه، فغالبا ما حدش بيلغى له زي ما بقول لك الا لو في فورس كبيره قوي مش بيحتاج، ولكن تبقى عارفها يعني. النوع الثالث واتفقنا ده جاست فور انفورميشن مش هنحتاجه منك دكتور. انا بخل ايوه هو بعد اذنك الجزء الرابر ده لو يعني لو العرض بتاعه بقى اكبر شويه ازاي هيكون في مومنت هيتنقل؟ يعني انا مش متخيل بس الموضوع. هو المومنت بيحصل ازاي؟ بيتكون ازاي المومنت؟ ايه تعريفك للمومنت؟ طب ايه اللي يخلي المومنت يتنقل؟ لما يكون جاي يلف مكان ما في الفريم بتاعه والمكان ده ثابت. ايوه بالظبط كده، انا كنت هغير لك السؤال وانت جاوبت صح تقريبا. اللي يعمل لي مومنت اصلا ان في منع للدوران، ان في فيكسيشن منعه الدوران، صح؟ تمام. طيب لو النيوبريم بليت ده عريض قوي العمود ده مش هيقدر يلف بسهوله، فحصل منع، حصل ممانعه للدوران بتاعه. طب ما هو ذات نفسه هينضغط عادي زي ما حضرتك وريتنا في السلايد اللي فاتت اللي هو بينضغط من حته وحته. صح، بقى هو هينضغط من حته وهيديني روتيشن، الروتيشن ده انا بقول لك هو هيبقى بارشلي فيكسد، هيبقى مش حاجه بين الفيكسد والهنج. الهنج مثلا انا هدي دلوقتي ارقام اي كلام، انا الهنج لو بنصممها هنج زي اللي طالع لي مثلا من ديزاين، هتلاقي ان في عندك هنا روتيشن 2 درجه، انا بقول اي كلام، هو طبعا بيكون اقل كتير. فتعال نقول ان هو عشان تبقى ريال هنج 2 درجه، اوكي. الفيكسد سبورت هتبقى كام؟ هتبقى 0 درجه، صح؟ تمام. طيب لو انا حطيت هنا نيوبريم بليت عريض قوي، العمود هيجي يلف مهما حصل من الضغط، الضغط ده مش هيبقى كبير قوي لان انا عندي هنا نيوبريم بليت دي كبيره، مش هتقدر تعمل لي الروتيشن المطلوب. فالضغط اللي هنا اللي اكتر من الناحيه دي مثلا هيعمل لي روتيشن، بس اعمل لي روتيشن نص درجه او درجه من الاثنين. فلما انا مطلوب عشان يبقى هو ريال هنج يحصل فيه روتيشن 2 درجه، وانا حصلت لي 1 درجه بس، يبقى دي مش بيور، يعني دي مش ريال هنج او مش بيور هنج، دي حاجه بتوين الهنج والفيكس. تمام يا دكتور، فاهم. بتوين الهنج والفيكس دي يعني معنى كده ان الرياكشنز كلها او السترينج اكشنز اللي بينا فيها بقى بين المومنت دايجرام شيف فورس دايجرام اتغيرت شويه. تمام شكرا. طيب اتفقنا. دي في عندي عمود امبيدد كده جوه الخرسانه، العمود ده ليه التصميم بتاعه كما لو كان شورت كولوم بالظبط، دي معادلات الكود بتاعت الشورت كولوم. زي ما بقول لك انا مش عايز اعقد عليك الموضوع، غالبا ما بتحتاجش ده خالص عندنا في شغلنا، لان ده احمالنا عمرها ما توصل ان السبورت ان سيف او البيرنج ان سيف، واحتاج اقوي الدعامه اللي هنا. وهناخد اكزامبل في اخر المحاضره، هتعرف ان البيرنج ده بيطلع مستريح جدا، فانا تقريبا ابعد ما يكون عن اني احتاج احط او اخلع عمود مضغوط هنا، عمود مخفي هنا، انا ابعد ما يكون عن ذلك يعني. فعشان كده دي مش هنطلبها منك، جاست فور انفورميشن. اخر حاجه في الديزاين بتاعها، ثالث حاجه عشان نعملها ونبقى خلصنا ديزاين الهنج، هو ديزاين حاجه اسمها سبليتنج فورس، ومنها بنجيب الكنات. هو كنات ايه اللي بنجيبها؟ هو المنظر ده بيقول لي لما بقول لك عايزين نحسب الكنات اللي جايه من سبليتنج فورس، هل النيوبريم بليت دي فيها كنات؟ لا، دي هتجيلي من المصنع جاهزه كده، ما اقدرش احط فيها اي كنات. هل القاعده فيها كنات؟ لا، القاعده عمرها ما كان فيها كنات. امال الكنات اللي بتكلم عليها دي في مين؟ اكيد في الحاجه اللي ناقصه اللي هي العمود، وانت عارف لو كنت بترسمها قبل كده. احنا كنا دايما في عمود الهنج ده من تحت كنا بنعمل ايه؟ وانت بترسم الهنج فريم كنا بنيجي من تحت في اخر جزء
وكنت بتعمل كانات، كانت الكانات دي بتكتب عليها كام؟ 10 في 10 مثلا. هي 10 في 10 كتير قوي، بس اللي قصدي هل الكانات بتبقى زي نفس كل الفريم الثاني، ولا كانت بتبقى متكثفه ومتزوده قوي؟ بتبقى متكثفه ومتزوده صح؟ الصوت مش واضح يا دكتور. الكانات دي بتبقى ازيد او متكثفه عن بقيه الفريم كله. اه تمام، بتبقى ازيد. احنا ما كناش بنصممها، يعني انت بترسمها في كل لوح الفريمز بتاعتك، كنت بترسمها بتكثفها، وزي ما زميلنا قال كده بتكون 10 في 8 10 في 10 ازاي؟ هنا هناخد الحسبه بتاعتها ونشوف ازاي. ولكن هو ده الديزاين بتاع الكائنات اللي انت كنت بتكثفها كده من قبل ما تاخد التصميم بتاعها في الهنج فريمز. تعالى بقى نشوف، عشان دي يمكن اكتر واحده فيهم عايزه تركيز شويه، ازاي نحسب الكائنات دي. هي الكائنات دي هتحصل ليه اصلا، او ايه اللي هيخليني احتاج هنا كائنات زياده؟ في حاجه اسمها سبليتنج فورس. تيجي منين السبليتنج فورس دي؟ الفورس الرئيسيه اللي جايه لي في العمود على عرض كبير زي ما اتفقنا، هي فجاه انسحبت على عرض صغير اللي هو عرض النيوفريم بليت، هو ده اللي هيوزع الحمل دلوقتي او العمل هيعدي منه. فنتيجه ان الفورس دي بتتوزع على عرض صغير بيحصل هنا سبليتنج فورس، يعني الهوريزونتال تنشن، الجزء اللي هو تحت شويه مقابل او بجانب يعني النيوفريم بليت. طيب هوريزونتال تنشن كبير، يبقى الحاجه اللي تشيله هي اسياخ تسليح، ولازم تكون في اتجاه تكون افقيه زيه. طيب اسياخ تسليح افقيه هي يمين في عمود هي الكنات. يبقى هنا لو واحد دايما بنقول الكنات مش عندنا او كنات الفريمز ما بتتصممش، انما في الحته دي لازم تتصمم ان الكنات دي هتشيل تنشن فورس عاليه، ولازم نتشيك عليها، ومهمه جدا لان التنشن فورس دي بتطلع عاليه اللي اسمها سبليتنج فورس. فتعالى نشوف بقى ازاي نحسب السبليتنج فورس دي، وبعدها ازاي نحسب الكنات. عشان نحسب السبليتنج فورس بنقطع كده الحته التحتانيه اللي من العمود، وبتكون زي ما اتفقنا كده زي ما عملنا في البيرنج، بتبقى عرضها تقريبا على 3 لان عرض العمود من تحت بيكون تي. وهنا بناخد جزء يعتبر جزء الافكتيف اللي شغال معايا وبيقاوم السبليتنج فورس برضه بارتفاع تي. يعني لو العمود عرضه من تحت فاصغر نقطه ليه عرضه تي، يبقى هاخد ارتفاع الجزء اللي شغال معايا وبيقاوم السبليتنج فورس نفس العرض اللي هو تي، العرض تي والارتفاع تي برضه. يبقى السبليتنج فورس بتاثر في نص الارتفاع الافكتيف اللي بيشتغل معايا، يبقى السبليتنج فورس بتاثر على ارتفاع تي على 2 من فوق النيوفريم بليت مباشره. ادي مكان السبليتنج فورس عرفته، مكان السبليتنج فورس هو عند ارتفاع تي على 2 من النيوفريم بليت. طيب عشان اعرف اعمل يعني الحسبه دي، انا كاني بقطع العمود ده وبشوف ايه الانترنال فورسز اللي جواه، واعمل ستابيليتي كده، او اعمل يعني سيجما المومنت، كاني بعمل ستابيليتي او وطلع منه الفورس دي عامله ازاي. فتعالى ناخد كده كاني بقطع بالمنظر اللي انا وريته لك ده، بقطع بمحور راسي في نص العمود بالظبط، وبالتالي هو في نص النيوبريم بليت وفي النص تماما، وهاخد المومنت اراوند بوينت A. تعالى نشوف الاول لما قطعت ايه اللي حصل. الفورس اللي كانت واي، كانت واي دي الرياكشن بالكامل، اتحولت واي على 2 واي على 2 من كل جانب من جوانب العمود اللي انا قطعته دلوقتي. طيب وبرده الرياكشن اللي جاي لي من تحت اللي كان واي كامله اتحولت واي على 2 واي على 2 على كل نص من انصاص العمود اللي انا قطعته دلوقتي. طيب العمود ده كان تي، يبقى نص العمود تي على 2، يبقى مكان ريزلتنت النص الواحد اللي هو واي على 2 على بعد تي على 4 من نقطه A. وتحت بقى دي كلها كانت كام؟ كانت تي على 3، نصها يبقى كام؟ نصها يبقى تي على 6، يبقى مكان الريزلتنت نصها تاني يبقى كام؟ يبقى من نقطة A نصها T على 12. يبقى مكان الحمل الرأسي اللي جاي لي من العمود من فوق على بعد T على 4 من نقطة A. ومكان الرياكشن اللي جاي لي تحت النيوبريم بليت على بعد T على 12 من نقطة A. بعد أفقي T على 12 من نقطة A. والسبليتنج فورس على بعد T على 2 من نقطة A أو من تحت النيوبريم بليت وات ايفر. يعني دي تي على 2 ودي تي على 2، فالسبيسنج فورس برضه من نقطه A بس من بعد راسي تي على 2. طب تعالى ناخد المومنت كده اراوند بوينت A، هتلاقي ان واي على 2 بتلف انتي كلوك وايز اللي جايه لك من فوق دي، واي على 2 اللي تحت بتلف كلوك وايز، يطرحوا من بعض، يبقى واي على 2 كومن، تي على 4 اللي هو الارم اللي فوق بتاع الانتي كلوك بتاع الانتي كلوك وايز ناقص تي على 12 الارم بتاع الكلوك وايز، يساوي تي في تي على 2 اللي هي السبيتنج فورس اللي بتتفق او بتعمل ستابلايزيشن معاهم او بتعمل ستابيليتي معاهم. افتح بقى الاقواس دي وطير الحاجات مع بعض،
المنظر ده. الخطوه الثانيه يطلع لك ان التي بتساوي واي على 6، بعملها كده انت على جنب. فدائما وابدا السبليتنج فورس دي تساوي الواي رياكشن على 6، فرقم كبير مش قليل. طيب دي تنشن فورس بشيلها على مجموعه كانات انا بحطها ولازم تتحسب. طيب الكانات دي بقى هحسبها ازاي؟ هنفترض ان ليها عدد معين وليكن نمبر، النمبر ده عدد الكانات بالكامل، وهنفترض ان كل كانه هنبتديها فرعين وهتكفيك فرعين، مش هتحتاج اكتر من فرعين غالبا. طيب وهنفترض ان مساحه فرع الكانه هو اي اس، فبالتالي الفورس التنشن فورس بتاعتي بتساوي 2، 2 دي، 2 دي بتاعت الفرعين اللي اتفقنا عليهم ان الكانه فرعين. النمبر عدد عدد الكانات كلها، يعني لو دول اربع كانات او خمس كانات او ست كانات يبقى النمبر ده هو 4 او 5 او 6، كل الكانات اللي شغاله معايا في الارتفاع تي. ايه اس مساحه مقطع فرع الكانه في اف فيلد على جاما اس السبيس اللي تقدر تشيله كانه. يبقى ده هي التنشن فورس الكامله اللي ممكن كل الكانات اللي هحطها من تحت في العمود تقدر تشيلها. بسويها بالتنشن فورس اللي عندي، ومنها اجيب الحاجه الوحيده اللي مجهوله اللي هو عدد الكانات اللي انا محتاجها. ما زي ما اتفقنا برضو الاثنين دي قد تكون اربعه ولكن انت مش هتحتاجها اربعه. والنمبر هو عدد الكانات بالكامل، انت حطيت اربع خمس ست كانات هتحط اربع خمس سته، اربعة او خمسة او ستة كنمبر في المعادلة دي. طب انا كده من الحل بتاع المعادلة دي هجيب النمبر، هجيب ان انا محتاج مثلا خمس كنات، محتاج ست كنات. طب لما عرفت اني محتاج ست كنات، هل هم اروح كاتبهم ستة فاي تمانية ولا ستة فاي عشرة في المتر؟ لا، هو مين قال لك ان الست كنات دول في ارتفاع متر اصلا؟ دول في ارتفاع تي مش في ارتفاع متر. فاول حاجة بعملها اني بحسب السبيسنج بين الكنة والثانية. بحسب السبيسنج بين الكنة والثانية ازاي؟ بقول التي اللي بحط فيه الكنات على عددهم. يعني كنت انا بحط كنات في ارتفاع متر 20 وطلعوا لي ست كنات، يبقى السبيسنج بين الكنه والكنه كام؟ متر 20 في ست كنات، يبقى السبيسنج عباره عن 20 سنتي، 120 على 6. السبيسنج كان متر في مثلا خمس كنات يديني نفس النتيجه وهكذا. بعد ما اجيب السبيسنج عشان اعرف بقى انا هكتب، انا ممكن اكتفي بكده ولكن انتم بتكتبوا السبيسنج عاده في اللوحه بتاعتكم تكتبوا كذا في كذا في المتر، فعشان اعرف كذا في كذا في المتر السبيسنج اللي جبتها دي بقسم 1000 على السبيسنج. كده انا حولت السبيسنج دي لعدد في المتر، 1000 ده اللي هو 1000 مللي لان السبيسنج هتطلع لك بالملي، يبقى لما اقسم 1000 على السبيسنج اللي بالملي جاب لي العدد في المتر، وهو ده اللي انت بتكتبه في اللوحه لما بتكتب مثلا 8 في 8 في المتر او 10 في 8 في المتر، هو ده النمبر في المتر اللي انت بتحسبه. المفروض تحسبه ازاي؟ 1000 مللي على السبيسنج، السبيسنج اللي طلع لك بالملي. واضحه كده؟ دكتور هو مش السبليتنج فورس دي في كل الاتجاهات؟ طيب طب ليه ما اشيلش التي دي واحط البي العرض الصغير هيبقى كريتيكال اكتر؟ هو هنا الخرسانه مش بتفرق معايا ومش شغاله خالص. يعني انا عايز اشيل التي دي على مجموعه كنات، بس احنا دايما انت تعرف يعني لما تكبر شويه هتعرف ان في حاجه اسمها discontinuity regions اللي بنسميها الدي ريجنز. الدي ريجنز دي هو اماكن تغير الجيومتري او اماكن تغير مسارات الاحمال. فانا عندي دي الريل سبورت دي تعتبر مثال صريح لدي ريجن. دايما في الدي ريجنز الاكواد كلها اتفقت انك تاخد مساحه التاثير او يعني بعد التاثير بتاع الدي ريجن هو عرض الكونكريت دايمنشن الكبير. يعني لو العمود بتاعك بي في تي زي ما انت بتقول كده، لا دايما الاكواد كلها اتفقت اخدها مساحه التاثير او مساحه التوزيع العرض الكبير بتاعها. تمام يا دكتور شكرا. طيب هل واضحه طريقه ان انا هجيب ازاي الكنات؟ لو مش واضحه تعالى ناخد معانا اكزامبل بالارقام دلوقتي هيخليها واضحه شويه. تعالى نشوف. ادي مثال وحطيت لك الارقام على طول، بقول لك ان في فريم، تعالى نقرا مع بعض كده. عايزين نصمم هنج بيز لفريم 18 متر سبانه. تو هنج طبعا، لو توفيك ما كانش في ديزاين اصلا. تو 18 متر فريم. اقصد اديك السبان لاني مش مديك ابعاد الفريم. وبيقول لك ان في فيرتيكال وهوريزونتال رياكشنز بس بيدول وركينج، خلي بالك غالبا انت هتبقى شغال اصلا من اول لحظه فمش هتعدي بالقصه دي. يعني الرياكشن 650 الفيرتيكال و110 الهوريزونتال اللي هم يعني الواي والاكس. بيقول لك الخرسانه 30 والحديد 360. تعالى بقى نحسب او نعمل الثلاث شيكات اللي بنتكلم عليهم علشان نبقى صممنا البيرنج بتاعتي. ثلاث شيكات صممنا الهنج بتاعتي او السبورت بتاعتي. ثلاث شكات، اول واحد بتاع البيرنج، ثاني واحد محتاجين فيرتيكال فورز قد ايه، ثالث واحد محتاجين نحسب كنات قد ايه في العمود من تحت. تعالى نبتدي كده. البيرنج ستريس، اول حاجه الفريم 18 متر
بالامبيريكال دايمنشنز بتاعتك ممكن يطلع لك الفريم ده متر 60 او متر 50، خلينا متر 50 في الاكزامبل بتاعك. يبقى الفريم ده ممكن ناخده مثلا 300 في 1500 لان الفريم سبانه 18 متر. فحسب الحل هنا اللي في الاكزامبل الفريم ده فعلا تم اختياره 300 في 1500. معنى كده ان لما بتيجي ترسم العمود بتاعك، واحنا كلنا عارفين ان كمان العمود بيبقى هونشد، وهونشد دايما في تحت العمود بيكون نص فوق العمود، العمود من فوق يعني. فلو كان الفريم 1500 يبقى العمود هو كمان بيبقى 1500 زيه، يبقى العمود من تحت هيكون 750، يبقى العمود عند اصغر نقطه فيه او اوطى نقطه فيه هيكون 600 بس 750 هي مين دلوقتي؟ هي تيجي دي ال 750 لان دي بتكون نص التي اللي فوق خالص اللي هي كانت 1500 في الاكزامبل بتاعنا. فاحنا كده عرفت ان ايه التي اللي تحت في العمود من تحت دي 750. طيب اتفقنا اول بدايه ليا جايد ليا اخد نيو فريم بليت كام؟ في على 3، في على 3 دي بتاعه العمود من تحت على 3 اللي هي كانت 750، يبقى بقت 700 يبقى بقت النيو فريم بليت كام؟ 300 في 250. 250 دي اللي هي مين؟ 750 على 3. طيب تعالى تشيك بقى على البيرنج تحت النيو فريم بليت دي، هتلاقي ان البيرنج ستريس الفيرتيكال لود الواي 1.5 عشان تبقى التيميت، 3 اصفار عشان تبقى نيوتن، على 300 في 250 المليمتر. ده يديني كام؟ يديني 13 نيوتن على المليمتر سكوير. يبقى الاكتوال ستريس بتاع البيرنج اللي تحت النيو فريم بليت مباشره هو 13 نيوتن على المليمتر سكوير. تعالى نحسب الالاوبل عشان نعرف احنا سيف ولا لا. الالاوبل 0.67 اف سي يو على جاما سي 30 على 1.5 في روت اي 2 على اي 1. ستوب، يبقى عشان احسب اي 2 على اي 1 لازم ارسم القاعده بتاعتي جرافيكال، وانا كده المفروض اكون رسمت الكونكريت دايمنشن الفريم. فعلى كونكريت دايمنشن الفريم ابتدي ارسم وابتدي اعمل الميل 1:2 وابتدي اشوف. بس هقول لك ودي دايما خدها هنت ليك مهمه جدا، ما تستعجلش وتقعد تعمل ده، ده هياخد منك شويه دقائق كده انت في غنى عنها في معظم الاحيان. ليه بقى؟ تعالى بص قدامي كده 0.67 اف سي يو على جاما سي طلعت لي 13.4. هل انا محتاج ارسم جرافيكال واقعد احسب اي 2 اي 1؟ بص كويس كده، هو اي 2 اكبر ولا اي 1؟ الاي 2 اي 2 اكبر، يبقى جذر اي 2 على اي 1 ده قيمته هتكون اكيد اكبر من 1 ولا لا؟ اكيد. واخر الكود بيقول لي ما تزودهاش عن كام؟ 2. يبقى قيمة جذر اي 2 على اي 1 على بعضها كده اللي انت تقعد ترسم فيها خمس دقايق اخرها من 1:2 صح؟ مش ممكن تكون اقل من 1 ومش ممكن تكون اكبر من 2 مش كده؟ تمام. طب عشان كده بقول لك ليه مش محتاج احسبها في المنظر اللي قدامي ده؟ واضحة ليه؟ عشان ايه؟ عشان طلع ال 13 وانت 4 عشان الالاوبل اصلا. انا هضرب اكيد رقم اكبر من 1 وهو طلع لي اوريدي 13.4. ايوه يعني هو من غير الحسبة دي هو سيف خلاص. تمام. فاعمل كده الاول، انت فعلا اعمل كده، اعمل الاول 0.67 اف سي يو على جاما سي لان في احوال كتير جدا هتكون دي لوحدها معديه البيرنج ستريس، انت مش محتاج تقعد ترسم وتعمل من الميل 2 ل 1 وتقعد تجيب اي 2 اي 1، كل الكلام ده انت مش محتاجه خالص، هي سيف من قبل كده اصلا. واضحه؟ تمام. بس طبعا لو طلعت لك دي بدل 13.4 طلعت لك دي 12 يبقى كان لازم تكمل. ماشي؟ تمام. طيب لو طلعت لك دي 6 ما كنتش لازم تكمل برضو. اظن واضحه ليه؟ كان 6 في 2 ب 12 برضو 13 مش هينفع. يبقى ساعتها ما تكملش، ما تقعدش تحسب بقى وترسم اي 2 اي 1، ده انت على طول تقول ان البيرنج دي انصف لازم اكبرها الاول. مفهومة؟ اه تمام. طيب دي سهلة جدا، ادي اول واحدة خلصت. تعال نشيك على الفيرتيكال او نحسب الفيرتيكال بارز. 110 الهورزونتال رياكشن كان 110، 110 في 1.5 عشان تبقى التيميت، 3 اصفار عشان تبقى نيوتن، 0.6 اف يلد على جاما اس طلع لي 800 وشوية ملي، ده كتير. ده لو جيت حسبتها هتلاقي محتاج 3 في 20 و3 مناسب، مفيش أي مشكلة. 3 في 20 مناسب وزي ما بقول لك مش هتحتاج غالبا تروح الاف بارز دي خالص. انا ممكن اخد كمان قطر لغايه قطر 25 عادي، يعني في الفيرتيكال بار دي اطلع لغايه قطر 25 هتلاقي ان انت خالص سهله جدا. تعالى نحسب الاستيرب.
اتفقنا ان splitting force هي ال vertical load او ال vertical reaction اسف على 6 واحد ونص عشان يبقى alternate برضو في 650 ال vertical reaction على 6 يديني 162.5. هنأسيوم انك بتستخدم فاي 10 زي ما انت قلت كده بتحط فاي 10 فاي 10 تعال نستخدم فاي 10 برضو يبقى 162.5 ثلاث اصفار عشان الوحدات عشان تبقى نيوتن. اثنين انا هستخدم دايما قناه فرعين النمبر اللي عايز اجيبه مساحه الواحد فاي 10 78.5 في فيلد على جاما اس طلع لي النمبر ده 3.3 يعني انا محتاج 3.3 كانه محتاج 3.3 كانه ما ينفعش استخدم ثلاث كانات ده انا محتاج ثلاثه وشويه يبقى يوز كام 4 فور ستيرابس. الفور ستيرابس دول في المتر لا مش في المتر امال في ارتفاع قد ايه في ارتفاع 750 مللي يبقى عشان اجيب السبيسنج هقول السبيسنج بتساوي 750 على 4 750 على 4 يعني 187.5 مللي يبقى السبيسنج بين الكانه والكانه 187.5 مللي. يبقى دلوقتي في بس حاجه هنا لسه مش مزودها انا النمبر في المتر اللي انت هتكتبه في اللوحه هتكتبه في اللوحه هتقول ايه هتقول 1000 على 187.5 صح تحسب الرقم ده 1000 على 187.5 هيطلع لك 5.3 يبقى هتكتب انت في اللوحه كام فاي 10 في المتر فوت كده 2 يعني اكتب 2 يعني ولا اكتب لا هتكتب 6 فاي 10 6 فاي 10 في المتر انت السبيسنج دلوقتي تمام ملي. يعني المتر في 5 شويه ثانيه ما ينفعش تحط 5 لان انا محتاج 5 شويه يبقى 6 فاي 10 في المتر هزود لك فتره دلوقتي هزود لك قبل ما اعرف يبقى انا كده عرفت ان البيرنج سيف الفيرتيكال بارز اللي هتجيب لي الاكس اكس 3 فاي 20 وده مش كتير كويس جدا الكنات بتاعتي 6 فاي 10 في المتر اللي انت بتكتب عليها 10 فاي 10 قلت لي عليها في الاول لا انت مش 10 في 10 ممكن هنا من الاكزامبل ده 6 فاي 10 في المتر وهي دي الحاجات اللي انت كنت محتاجها عشان تصمم تبقى يعني صممت الهنج مظبوط. فيها اي سؤال؟ طيب مازال ما فيش اسئله يبقى احنا كده تقريبا خلصنا بس بنبه عليك تاني ما تعملش الاكزامبل ده خالص او ما تعملش الحسابات دي الا لما تطلب منك صراحه لو ما طلبتش منك خالص ما فيش داعي يعني تضيع وقت فيها الا لو طلبت منك ويا ريت تطلب لان هي انت كتبناها سهله جدا فمصلحه ليك لو هي طلبت اصلا. في حد عنده اي سؤال؟ دكتور اخر جزئيه بس بتاعت 6 فاي 10 في المتر دي مش فاهم. طيب ثانية واحدة انت لسه شايفين اللي انا بعمله ولا اختفى؟ شايفين. طيب كويس النمبر نمبر في المتر هيساوي ايه؟ 1000 ملي على 187.5 يساوي 5.34 يبقى لازم هتقول له يوز 6 فاي 10 في المتر. ليه يوز 6 فاي 10 في المتر؟ انا دلوقتي السبيسنج طلعت لي 187 مللي بين الكانه والكانه 187 مللي بس احنا ما بنكتبش سبيسنج احنا بنكتب كام في المتر والمتر 1000 مللي صح؟ انت لو كان عندك السبيسنج دي طلعت لك 200 مللي كان هيبقى المتر فيه كام واحده؟ 5 كده. عرفتها ازاي انها 5 قسمت 1000 على ال 200 اللي طلعت لك صح؟ تمام. لو السبيسنج طلع لك 100 مللي يبقى المتر فيه كام واحده؟ 10. عرفتها ازاي؟ قلت 1000 اللي هو المتر على ال 100 مللي. فان جنرال عشان اعرف العدد في المتر هروح اقسم 1000 دايما على السبيسنج اللي طلعت لي. طلع لي كسر. ما ينفعش استخدم 5.3 فاي 10 في المتر، هستخدم ايه؟ 6 فاي 10 في المتر. تمام؟ تمام. حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب يبقى احنا كده تمام خلصنا زن الهنج زي ما قلت لكم كده هو حاجه بسيطه خفيفه كده وخلاص كده خلصت المحاضره بتاعتنا وان شاء الله الاسبوع الجاي هيدخل لكم دكتور احمد يكمل معاكم موضوع تاني. لو ما فيش اي سؤال ممكن نقفل الميتنج على كده.
تمام.